الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير مهندس عدلي، وكل سنه وحضراتكم طيبين وكل الشعب المصري طيب وجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بخير وبصحه وسعاده يا رب. كل سنه وانت طيب يا دكتور، واهلا بك دائما تنبئنا بكل جميل من الاحداث واللحظات الاخيره. عايزين نسمع، كان النهارده في اجتماع اسفر عنه ومجموعه من القرارات، احكي لنا بقى ايه اللي حصل. يعني في الحقيقه النهارده كان واحد من الايام السعيده في حياه عائله الاهلي الكبيره في الحقيقه، ويمكن زي ما حضراتكم تتفضلتوا كان في مشهد النهارده اكثر من رائع ومشهد جميل، هو افتتاح مسجد فرع الشيخ زايد في الحقيقه، وهذا المسجد هو الاكبر على الاطلاق ما بين كل المساجد اللي موجوده في فروع النادي الاهلي، سواء كان في الجزيره او في مدينه نصر او ايضا في التجمع الخامس. وده بيعكس حاجة مهمة، يعني الافتتاح النهاردة بيعكس حاجة جميلة وحاجة يجب أن نتوقف عليها، وهي قيمة من قيم النادي الأهلي، وهي المصداقية. المصداقية في الحقيقة والإخلاص في العمل، ده الرسالة اللي كان النادي الأهلي النهاردة حريص أن يوجهها لكل جموع أعضاء النادي الأهلي وبصفة خاصة الشيخ زايد. يعني إيه المصداقية؟ إحنا مصداقية الوعود اللي بيعد بيها مجلس إدارة النادي الأهلي أعضاؤه، إن كان في وعود بتقول إن إحنا لازم نفتتح المسجد قبل شهر رمضان المبارك، نظرا لخصوصية هذا الشهر الكريم لدى كل جموع المصريين بشكل عام وأيضا أعضاء النادي الأهلي بشكل خاص، لأن ده بيبقى فيه مشاعر ومناسك خاصة بشهر رمضان المبارك وهي صلاة التراويح. وبالتالي يمكن حتى إحنا كنا بنلاحظ الفترة الأخيرة التواجد المستمر للكابتن محمود الخطيب بصوره دوريه في الشيخ زايد، حتى يستطيع ان احنا فعلا نفي بوعودنا بان زي ما احنا وقعدنا اعضاء الشيخ زايد ان شاء الله هتكون صلاه التراويح لشهر رمضان المبارك السنه دي في هذا المسجد الجديد اللي بيسع اكثر من 1030 مصلي، وبالتالي ده يعني اعتقد بيعكس قيم، جزء من قيم النادي الاهلي في مصداقيه وعود مجلس الاداره لاعضائه. وبالتالي ده انعكس على ايضا اجتماع مجلس الاداره النهارده. كان مجلس الاداره في الحقيقه كان عنده مجموعه من الموضوعات اللي هي ايضا بتمس جموع اعضاء النادي الاهلي في كل المقرات والفروع، وفي الحقيقه النهارده مجلس الاداره اخذ قرار اعتقد سوف يسجله التاريخ باحرف من نور، قرار بان في 18 مشروع انشائي وتطويري سوف يتم الانتهاء منهم قبل العام المالي 30/6/25. 18 مشروع تطويري وانشائي، وخلينا لو حضراتكم سمحتوا لي من اديتوني المساحه نعرضهم بشكل كبير، ودول بيشملوا الاربع فروع والمقر الرئيسي للنادي الاهلي على مستوى الفرع اللي احنا كنا موجودين فيه النهارده الشيخ زايد. عشان نتنقل على بقيه الفروع، النهارده هو كان نصيب الاسد من المشروعات اللي موجوده كانت في الشيخ زايد، واحد مشروع تطوير استكمال تطوير سور النادي الاهلي اللي موجود على شارع النزهه حتى البوابه الرئيسيه، واللي بيتقدمه ايضا نسر الاهلي الذهبي عشان الاستمرار في توحيد هويه النادي الاهلي. ده واحد من المشروعات اللي النهارده المجلس الحمد لله اقرها واعتمد لها المقررات الماليه الخاصه بها. المشروع رقم 2 هو استكمال المبنى الاجتماعي الجديد لفرع الشيخ زايد، 3 الجيم، 4 حمام السباحه الجديد ايضا واللي بيه جيم ايضا اخر، 5 عمليات الربط الكامل ما بين كل مناطق النادي واماكن جديده لجلوس الاعضاء، ده برضو واحد من المشروعات اللي احنا يعني حريصين ان احنا ننفذها. ثم دينا بدي بس امثله كده، ثم انتقلنا على المقر الرئيسي برضو كان له نصيب كبير من عدد المشروعات اللي موجوده، تطوير ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل، ايضا وحده التكييفات المركزيه لصاله الشهداء، ايضا البوابه بتاعه المعلمين ايضا استكمال تطويرها وان يكون بها نسر الاهلي الذهبي لتوحيد هويه كل بوابات النادي الاهلي بالشكل اللي موجود في مدينه نصر واللي ايضا اصبح موجود في القاهره الجديده. ده كان برضو واحد من المشروعات الرئيسيه.
خليني كمان ارجع معلش تاني للشيخ زايد، المبنى خاص بغرف خلع الملابس للفرق الرياضيه والاعضاء، وايضا مبنى اداري، ده كان برضو واحد من المشروعات اللي هتتم ان شاء الله في الشيخ زايد. ايضا المقر الرئيسي، تغيير جميع الارضيات، الملاعب الخاصه بالملاعب متعدده الاغراض والسله واليد اللي هي موجوده لخدمه الاعضاء والفرق الرياضيه والاكاديميات الرياضيه في مقر الجزيره، وايضا دراسه تطوير المبنى الاجتماعي التاريخي الخاص بالنادي الاهلي في مقر الجزيره. عندنا كمان في مدينه نصر في ايضا مجموعه من المشروعات، اهمها هو اناره، استكمال مشروع اناره الملعب قطاع الناشئين رقم 4، واستكمال تطوير مدرج قطاع الناشئين في مدينه نصر. اما القاهره الجديده وهو الفرع الاحدث على الاطلاق، كان لديه ايضا مشروعات ضخم، مشروع ضخم وهو انشاء حمام السباحه والجيم. 18 مشروع موجودين بميزانيه تاريخيه تم تخصيصها لهذه المشروعات ال 18، وفي الحقيقه ده بيعكس حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي النهارده في قراراته حدد خارطه طريق واضحه، ان الموعد المحدد للانتهاء من هذه المشروعات وتوفير الميزانيات الماليه او المخصصات الماليه ليها هينتهي في 30/6/25 مع العام المالي 25، وبالتالي في جدول زمني في الحقيقه. والجدول الزمني ده احنا عندنا استشعار ان احنا نقدر يعني نلتزم بيه امام اعضائنا في كل مقراتنا، وبيأكد ده وبيعكس ده افتتاح المجلس في الموعد المحدد وقبل بداية شهر رمضان، وأيضا التطورات الكبيرة اللي بتحصل في حمام السباحة اللي موجود في الشيخ زايد. ويمكن كابتن محمود ومجلس الإدارة الموقر كانوا حريصين إن هم يتوجهوا لمتابعة التطورات المتسارعة، يعني أعلى من معدلات الجدول الزمني اللي استعرضه المستشار الهندسي للنادي الأهلي المهندس سامح علي كامل. احنا النهارده بدانا نسبق هذا الجدول الزمني في مشروع حمام السباحه، وبالتالي كان في توجيه من مجلس الاداره بالبدء فورا بصوره متوازيه في كل المشروعات التطويريه 18 اللي احنا المجلس الموقر النهارده كان حريص ان هو يعملها. وكمان في حاجتين مهمين جدا تموا في هذه المشروعات، ان في مجموعه من الدراسات كلفت بها الادارات التنفيذيه في النادي الاهلي ان تعمل دراستين مهمين جدا، وهو دراسه اسعار العضويه الحاليه حتى نستطيع ان نفي في المتطلبات الماليه الضخمه الكبيره اللي احنا بنقدر نوفرها عشان نلتزم بالبنيه التحتيه، وكمان تحديد عدد الاعضاء المقبولين للاستمتاع بهذه الخدمات عشان نقدر نوفر هذه البنيه التحتيه لعدد محدود من الاعضاء حتى يستمتعوا خلال الفترة القادمة إن شاء الله بكل التطورات اللي بتتم على الأرض الواقع. ال 18 مشروع يمكن كان قبلهم مجموعة من المشروعات اللي اتفتحت في الفترة الماضية، لما نيجي نبص إن ملاعب الأكاديمية، ملاعب البادل تنس، البوابة اللي هي موجودة على شارع النزهة والتطوير اللي تم بيها، أماكن انتظار السيارات الجديدة، كل دي إضافة لل 18 مشروع. فأعتقد إن النادي الأهلي بيشهد طفرة تاريخية في البنية التحتية لم تحدث في تاريخ الانديه المصريه من قبل. اعتقد انا بقول بارقام بحاجات حضراتكم، يمكن انا سمعت استاذ ابراهيم وهو بيتكلم عن المساحه بتاعه المسجد 4000 متر، حاجه في الحقيقه تدعو كل اهلاوي للفخر بهذا النادي العريق وبادارته وبجمعيته العموميه وباعضائه وبجماهيره. عندنا كمان قرار النهارده كان قرار مهم، اعتقد عندنا حدث مهم ان شاء الله، مباراه النادي الاهلي مع نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. النهارده مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود تم تكليف الاستاذ محمد الضماطي برئاسه البعثه المسافره ان شاء الله يوم الاربعاء اللي هتتوجه من مطار القاهره في تمام الساعه العاشره الى المملكه العربيه السعوديه لمباراه نهائي كاس مصر ان شاء الله امام فريق نادي الزمالك يوم الجمعه 8 مارس. ده كان برضو واحد من القرارات اللي خدها مجلس الاداره. تمام يا دكتور سعد. في حاجة تانية من ضمن القرارات يا دكتور؟ أعتقد يعني 18 مشروع ده حاجة يعني هناخد أكتر من كده إيه في الجلسة يعني. لا 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 ده هل مخصص لهم رقم مالي معين؟ أنت قلت تم اعتماد رقم مالي معين لل 18 مشروع، هل معلن الرقم؟
الرقم تم تحديده بالفعل، بس خلينا يعني ايه يعني زي ما بيقولوا يعني ان احنا نبقى مستعدين ان شاء الله. داري على شمعتك تقيل. كابتن عدلي خد مني المثل عشان دايما هو اللي بيجيب اللي بيداري دي. هو اللي بيداري. فيعني ان شاء الله باذن الله تم كل الاجراءات الماليه تم دراستها بشكل يعني اكثر من دقيق يعني، وتوفير مصادرها كلها بالكامل زي ما احنا متعودين دايما من اداره النادي الاهلي عندما تعد سوف تاتي، وعندما يقول مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود ان هذا ان هذه الدوره هي دوره زايد، هي دوره زايد بالفعل، وكل يوم في تطوير مستمر في الشير زايد، فاعتقد ان ده بيعكس مصداقيه النادي الاهلي ومصداقيه عروضه وعروضه. تمام يا دكتور، شيء رائع جدا، كل سنه وحضرتك طيب ومزيد من التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد طفرة إنشائية كبيرة جدا غير مسبوقة، 18 مشروع دفعة واحدة.